انا عايز اقول لحضراتكم ان محمد سامي وفريد عثمان هما الاثنين بس اللي حققوا ميداليات مصريين، اللي حققوا ميداليات في بطولات عالم. الاثنين المصريين على مدار التاريخ، ولو قعدنا نقلب كده مش هنلاقي غير محمد سامي وفريد عثمان. عشان كده محمد سامي النهارده معانا عشان نحط الضوء، يعني هو الراجل انت اعلاميا يعني بامانه مش واخد حقك، فانت ما شاء الله انجازات كبيره. وخلينا نبتدي المشوار من الاول، انت كنت ابن نادي المعادي صح؟ مظبوط. وانتقلت امتى للنادي الاهلي؟ انتقلت 2016 في فتره الانتقالات بعد الاولمبياد بتاعت ريو. جيت النادي الاهلي وقتها وقلت انها تبقى يعني فرصه ليا احسن ان انا ابقى في نادي كبير ونادي يبقى واقف في ظهري وكل حاجه. طب قول لي انت بدات تسبح 3 سنين صح؟ يعني كنت في الحضانه كده بلبط شويه صغيرين يعني. طيب وبعد كده بطلت؟ بعد كده كنت بدات لعبت شويه كاراتيه وشويه باسكت وحاجات كده. كنت بجرب. لا مش انا كنت ممكن العب باسكت، ما مش عارف، بس رجعت في الاخر للسباحه وانا عندي 7 سنين. وبس وعديت بمراحل اللي هي الستار 1 و2 و3 وما اعرفش، السباحه عجبتني. طيب مين في نادي الاهلي شافك وقال لك تعالى؟ كابتن علام كابتن محمد علام دلوقتي ما زال في الجهاز. هو كان حتى مسافر معايا في 2014، كنا مع بعض في بطوله بوتسوانا، كنا نحاول نتاهل لاولمبياد ناشئين 2014 في نانجينج، اللي كان سافرها احمد اكرم وبس. طبعا كابتن وائل عزت كان من اول الناس اللي رحبوا بيا في وجود وقت ما رحت، يعني عشان نشوف موضوع فكره ان انا اجي النادي الاهلي احسن من ما افضل في نادي المعادي، هو اللي كان بيعرض عليا كل حاجه يعني. هي طب محمد، انت زي ما انا قلت ان انت وفريد عثمان الاثنين المصريين اللي حصلوا في ميداليات في بطوله العالم. كلمنا عن ميداليتك او انجازك في بطوله العالم عشان اطلع منه لحاجه ثانيه. انجازك في بطوله العالم، والله بص، هو انا اصلا حتى يعني كان في قصه كده، انا كنت طول عمري مركز في المياه حره، ما كانش عندي التركيز ال 50 باك ده عادة يعني. ف انت بتلعب سباقين عشان اوضح للساده المشاهدين، هو بيلعب سباق 100 متر حره و50 متر باك. فال 50 متر في ال 50 متر باك ما كانتش دايما اللي هي الفوكس الاساسي بتاعي، قد ما انا كان عندي دايما المياه حره هي دي التركيز الاساسي. كنت رايح حتى وقتها عايز اجيب ميداليه في بطوله العالم ناشئين في المياه حره، بس اللي حصل ان انا كنت عامل 50 باك كويس وكنت متحسن في ارقامها كويس، وجيت نزلت التصفيات كنت متاهل للسيمي فاينل، كنت داخل كنت متاهل الثالث، وبعدين جيت من السيمي فاينل للفاينل كنت داخل الثاني. فكان بالنسبه لي، وبعدين جيت في الفاينل الحمد لله وطلعت ثالث. ولما طلعت ثالث كان وقتها يعني انا ما عرفتش انام، يعني يوم انا ما عرفتش انام، انا مش مصدق انا يعني عملت حاجه ما اتعملتش قبل كده، غير طبعا كابتن فريد عثمان لما عملتها زمان، بس انما غير كده انا ما عرفتش انام. مفيش ما يعني انا خدت ميداليه بطوله العالم يعني، فمش فاهم. فبالنسبه لي فضلت سهران يوم لغايه الساعه 3 بالليل، وتاني يوم عندي من كتر قله نوم مش اكتر، ما مش عارف انام يعني. فرحه هي فرحه رهيبه وبس. وبعدين جيت تاني يوم اصحى رايح المياه حره، والله عمت كويس الصبح، عمت معقول الصبح، اتاهلت للسيمي فاينل، بس بالليل ما اتوافقتش بقى وجبت 12، طلعت ال 12 ما قله نوم برضو يعني. هي كانت قله معرفه بالموضوع. كان سني 18 سنه، لسه صغير يعني. ما شاء الله انا جاي من الهوب ده ما بالظبط، ما كانش في اعداد نفسي جاهز لحته ان انا هكسب ميداليه وعندي ثاني يوم سباق اروح اكسب بيه ميداليه ثاني يعني. بس اكيد انا عايز اقول